السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم في مصر: سجل الذهب العيار 24 2297 جنيه البيع، 2262 جنيه الشراء. أما الذهب العيار 22 سجل 2105 البيع، 2074 الشراء. الذهب عيار 21 2010 البيع، 1980 الشراء. أما الذهب عيار 18 1722 جنيه البيع، 1697 جنيه الشراء. الذهب عيار 14 1340 البيع، 1320 الشراء. الذهب عيار 12 1148 جنيه البيع، 1131 الشراء. الذهب عيار 9 861 جنيه البيع، 848 جنيه الشراء. الجنيه الذهب 16080 البيع، 17260 الشراء. أما أونصة بالدولار الأمريكي 1980 دولار البيع، 1978 دولار الشراء. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس يعلم على علامة الكل ليصلها كل جديد. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بخير.